سبحانه وتعالى أن نوفق بتغطية جميع المحاور إن شاء الله، وأيضا نفتح اتصالاتنا ونكون بخدمتكم للمشاركة بالعزاء بعد أن نسمع هذه القصيدة، ولنا عودة معكم من جديد. إذا شئت النجاة فزر حسينا، لكي تلقى الإله قرير عينا، فإن النار ليس تمس جسما، عليه غبار الحسين. قتلوك سيدي ومولاي أبا عبد الله، فظنوا بقتلك يفنى ذكرك، ففنى ذكرهم وأصبحت سيد الشهداء. مشاهدينا الكرام، طبعا هذه إذا شئت النجاة فزر حسينا، لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس يوما أو شخصا، عليه غبار زوار الحسيني. هذه القصة، طبعا هذه الأبيات لها قصة حقيقة، أنه شخص ناصبي أمة نذرته أنه إذا رزقت بولد راح تجعله في طريق الإمام الحسين، يعني يمنع الطريق على زوار الإمام الحسين ناصبي. فهذا في يوم من الأيام وقف بطريق زوار الحسين يريد يمنع عنهم ويقطع عنهم الطريق، فأخذته النومة تعب. فأثناء ما هو نائم شاف منام، أنه طبعا أثناء ما هذا صار مسير السوار، سبحان الله لما يريد يحمي زوار الحسين يسبب الأسباب، مشوا زوار الحسين صار على جسمه تراب زوار الحسين، فلما صار موقف يوم القيامة رادوا أن يزجوا به إلى النار، فقالوا هذا ما يدخل للنار لأن عليه تراب زوار الحسين سلام الله عليه. فهذا قعد من الحلم مفزوع، شلون هذا يصير الأمر؟ فظل يبكي وراح يعتذر من سيد الشهداء، ونشد هذه الأبيات، وهذا الشاعر الخليعي أصبح من شعراء أهل البيت. انظروا حتى تراب زوار الحسين بشفاعة لكم يا زوار الحسين. نستقبل اتصال أفراح من ديالى، عظم الله لنا ولكم الأجر. زميلتنا أفراح أو المشاهدة الكريمة، الله ولكم الأجر إن شاء الله. أزور سيدي ومولاي نيابة عن صاحب الزمان وعن والدي. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت في هناك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما وقي وبقي الليل والنهار. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أخيك مصطفى العباس، وعلى أختك المظلومة شغل الصبر الزيادة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، ما طلعتكم سبب، رحم الله والديكم. أنت من وين أفراح؟ من ديالى. زين، يعني انت شنو المانع انه تاتين لزياره الامام الحسين سلام الله عليه؟ سلام الله عليه، يعني عارض صح؟ نعم. هاي. اليوم احنا نوفر هذه الصوره اللي مثل ما شاهدنا قبل قليل، صحن سيد الشهداء وقبره الطاهر، حتى اللي ما يستطيع الزياره ان شاء الله يزور عبر شاشتنا الكريمه. تفضلي اذا تحبين تلقين حاجتك، تدعين الجيران، تدعين صاحب الزمان، تفضلي. الله يسلم نيابه عني وعن اخواني واخواتي وجيراني واحبائي كلهم، كل ما حب اللي ما يقدر يزور ان شاء الله زاير وشايف، والله الزياره لهم يا رب العالمين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا ابا عبد الله، هنيئا لكم هذه الدمعه يا سيدي، ونسال الله ان تكتبونا من زوار الحسين سلام الله عليه. رحم الله والديكم. شكرا جزيلا لاتصالكم، نستقبل اتصال اخر. ابو امير من محافظه النجف الاشرف، حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عظم الله اجورنا واجوركم يا اربعيه الحسين عليه السلام. احسن الله عزانا وعزاء. اول رساله ارسلها الى الامام الحجه عليه السلام، اقول له يا ابن رسول الله، جاءت هذه الجموع وهذه الملايين لتواسيك بابيك وجدتك الحسين عليه السلام، فتواسي جدتك الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام، فتقبل منهم واقضي حوائجهم جميعا، ويردون الى ذويهم والى اهليهم سالمين غانمين. امين رب العالمين. الرساله الاولى نسال الله عز وجل ان يعود عليهم. الرساله الثانيه لكم، هنيئا لكم هذه الخدمه، القنوات كربلاء، العكبه الحسينيه، اسال الله عز وجل ان يجعلكم من جند الامام عليه افضل الصلاه والسلام. امين رب العالمين، شكرا لكم على هذه الدعوه حقيقه. جزاكم الله خير. قبل قليل ظهر مدير القنوات، يعني شخصيه جيده جزاه الله خير الجزاء، ينم هذا عن تواضعه، انا شبهته ب ابو مهدي المهندس هالوجه النوراني هذا، اسال الله عز وجل ان يحشره تحت ظلال ورايه حبيب بن مظاهر.
فلنقول سلام الحار إلى نسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا بحق محمد وآل محمد ويتقبل منا ومنكم ومن كل خطوة خطت إلى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن لن ننسى زوار الحسين بكل خطوة، الله شاهد دائما حينما نسير وحينما زرنا الإمام الحسين ما نسينا أي أحد إذا كان داخل العراق أو خارج العراق. شكرا جزيلا لاتصالكم. الله يبارك فيكم، يعطر أنفاسكم، يحشركم أنتم مع زينب والرجال مع حبيبة بن مظاهر. آمين رب العالمين. شكرا جزيلا لكم. اتصال آخر. أم زهراء من بابل، حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. سلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعزيكم أخوتي أخواتي جميعا. أخويا حسين كل هذا الدرب أمشي وصل جسمك وهو عليه وحادينا الشمر وانت تجري يلوع يتاماكم بصوته بعد ما يلويه يا أخويا صرنا قشار من اللي هرب محروق واللي شرد من النار. سلام على زينب الحوراء، اللهم اجعلنا من المحبين ومن الموالين ومن الزائرين. اللهم احشرنا معك بالحسين واياكم اخواتي ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف بهذه الكلمات البسيطه يدخل الزائر يعزي انه يعتقد انه وهو حي يرزق يسمع إمامه. أشهد أنك ترى مكاني وتسمع ندائي يا سيد الشهداء. هنيئا لكم هذه الدمعة والمواساة إن شاء الله مع سيدتي ومولاتي زينب، أو مواساة لسيدتي النساء الزهراء سلام الله عليها. مع السلامة. في أمان الله، حفظكم الله إن شاء الله. البصرة نستقبل اتصال الأخ أبو أحمد من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعز الإمام المهد عجل الله فرجه العالم الإسلامي لأربعيني السيد الشهداء أبا عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تمر السنوات وتنقض السنوات ويبقى الحسين سفينة النجاة. قال الإمام علي بن موسى الرضا فأمن أئمة آل البيت القمر الثامن من أقمار النبوة، القمر الفاطمي الهاشمي العلوي المحمدي، كلنا آل البيت شوفوا النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وأسرع. أحسنت. جعلنا الله وإياكم من الذين ينالون شفاعة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وجعلنا الله وإياكم وجميع الموالين والزوار بأن يركبوا في تلك السفينة وهي سفينة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. نستقبل اتصال آخر. الأخت أم وليد من بابل، تفضلي أختي أم وليد، عظم الله أجوركم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حياتي صباحكم حسين إن شاء الله. السلام عليكم عيوني، عظم الله أجركم وأجر صاحب الزمان وأجر الكادر جميعا قناة كربلاء العزيزين. وجودكم مشكورة إن شاء الله. ونحب نسلم على الحسين عيوني ولابنياتي، دائما ادعيتشن عيوني ادعيتشن والله دائما انا متابعه برامجكم متابعتكم، ودائما يا موسى بن جعفر امين من تطلعون ادعيكم حبيبتي. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على اولاد الحسين، السلام على اصحاب الحسين، السلام على قمر العشيرة ساقي عطاشة كربلاء، السلام على زينب الحوراء وعياله والسبايا. السلام شلون توازين زينب؟ شلون توازين زينب؟ شو تقول لها؟ كل خادم يخدم زوار الحسين. السلام على الإعلاميين وكادر قناة كربلاء وكل الكوادر، إن شاء الله الله يحفظهم شبابنا وبنياتنا ويستر عليهم إن شاء الله عيوني. شلون تواسين زينب بكلمات تحبين توجهي لها سلام؟ اواسي زينب انا كل سنه اخدم بالموكب عندنا بالحله على شارع حسين. ما شاء الله. موكب اهل البيت. عامر ان شاء الله عامر. السنه مالي خليق ومريضه واريد تدعوني ما طلعت وابكي مقابله التلفزيون والله وابكي. حقك.
احنا شاعرين بهاي الحراره انه الخادم لما ينحرم من يعني صرع الدعار الصحي يظل يتحسر على زياره الحسين. تعالوا يا ايها العالم تعالوا شوفوا زوار الحسين وخدام الحسين شو يصير بيهم اذا ما يخدمون الحسين. أيوة شكرا لاتصالكم. أيوة والله النار اروح وامشي عليهم على الزوار وعلى بعض. شكرا. اقول لك زيدي يا ابو عبد الله ما عندي اقدم لك بس هاي الدمعه اقدم لك زيدي. هنيئا لكم هنيئا ان شاء الله القبول. شكرا لاتصالكم. لدينا اتصال اخر ابو عباس من صلاح الدين عظم الله لنا ولكم الاجر. ولكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل. ايه نعزي امام حجه الله مرجعنا ذنب خشال امام حسين عليه السلام واخيه صلى الله عليه وسلم قال امام حسين عليه السلام علامات الامام الخمسه صلاه 51 وجهر بسم الله وتحفيل الجبين وتختم باليمين وصلاه 40. احسنتم. وزياده 40. احسنتم. السلام عليكم. قدامك الحرم الطاهر. نعم امامك حرم سيد الشهداء. تفضل بزياره. السلام عليكم امام المتقين. السلام عليكم. السلام عليكم مولود الكريم ونور العليم امام المتقين. امام حسين عليه السلام واخي صدق عليه السلام واخي يوم كبير عليه السلام. شكرا جزيلا والله يتقبل منك. احنا نريد نستقبل ايضا اكبر عدد ممكن لانه كثير من الزوار يمكن صار معهم عارض صحي او غيرها من الظروف فما يستطيعون الزياره فوفرنا لهم هذه الصوره حتى ان شاء الله يصل سلامهم الى سيد الشهداء. لدينا اتصال. حيدر من محافظه واسط حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الاجر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عظمنا لنا ولكم الاجر والثواب واحسن لكم العزاء. جوركم معظمه ان شاء الله. احسن الله عزاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين عليهم السلام. السلام عليك وعلى اخيك ابو الفضل العباس قمر العشيره وعلى اختك الحوراء جبل الصبر زينب الكبرى. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك واجعلنا من خدام الحسين. امين رب العالمين. الله لا يحرمنا. تحياتي تحياتنا لكم ولقناة كربلاء المؤمرة. دمتم بحفظ الله ورعايته. شكرا لكم حياكم الله وحفظكم. شكرا جزيلا لكم ولا تنسونا من خالص دعائكم أنتم أيها المشاهدون وزوار الحسين الكل. نسألكم الزيارة والدعاء نسألكم أنه تدعونا بالتوفيق لتغطية هذه المسيرة المليونية اللي القنوات العالمية لا تستطيع نقلها لأنها ترعبهم لأنها تهزهم فنحن إن شاء الله بهذه العدسة ننقلها للعالم أجمع لتكون يكون صوت الحسين من الشمال إلى الجنوب وفي الشرق وفي الغرب أينما نتوجه نجد هناك شبر يلبي بلبيك يا حسين بكل لغات العالم بكل مفاصل إذا كان ذكر أو أنثى كبير صغير شيخ طفل. لدينا اتصال. عظم الله لنا ولكم الأجر. أم وسام من بغداد حياكم الله. السلام عليكم عيني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله جوركم. جوركم معظمة. أم وسام من بغداد على رأسي خادمة الحسين آني إن شاء الله. كل والله ما حظ من حظ لأن مريضة ما أقدر أجي. والله العظيم والعبرة بقلبي. اليوم نوفر لك الصورة إن شاء الله الأخ المخرج. نوفر لنا الصورة من الحرم الطاهر حتى تقدرين تزورين الإمام الحسين سلام الله عليه. والله مريضة وقعت هسه وقعت صار لك أيام من وقعت وأنا مسيئة. عندك العافية بحق علي كربلاء. يا عبد الله روحك. سلمي على الحسين. يا أبو عبد الله يا حسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو عبد الله. السلام عليك على أرواح الذين حلت ثناك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا الله يا حسين يا حسين يا أبو عبد الله أريد الشفاء منك يا سيدي يا مولاي يا أبو عبد الله. الشفاء كل مريض كل من يقدر يزور يا أبو عبد الله. ألبي لك بدمعتي يا سيدي ألبيك بحسرتي بكاء عليك. أنت تقولين أني ما أقدر. اي نعم اي والله انت تقولين انا ما توفقت هاي السنه للخدمه بسبب مرضي فانت تقولين إيه لبيك يا حسيني بدمعتي بصرختي إيه والله عليك بصرختي حسرت قلبي عليك. اي والله لبيك يا حسين عليك وعلى اخوك ابو فضل العباس. نعم يا ليت لبيك ابو فضل العباس يا ليت كل مكنتك كل بيتك قاعده بهاي مثل حضرماتك يا سيدي يا مولاي
يا سيدي يا مولاي يا ليتنا بعد كنا الله. معك فنفوز فوزا عظيما يا سيدي. يا بعد الله يا حسين يا مصيبتك يا سيدي يا مولاي. يا بعد الله لبيك يا زينب لبيك يا زينب. شلون شو تقولي لها زينب؟ هسه ان شاء الله نشهد ايام قليله حتى نوصل عليها. عليها حمد عين على زينب حمد عين على مصيبتها حمد عين على زينب. ساعد الله قلبك يا مولاتي يا سيدتي يا مولاتي على مصيبتك يا سيدتي يا مولاتي يا زينب. اريد الشفاء والعافيه يا سيدتي يا مولاتي. تدوى العمر تسجلين اسمي والذبينه يمي تنظر يا سيدتي. تدوى العمر يا حسين يا سيدي يا مولاي يا ابو عبد الله يا سيدي. تعرف السبيه وتعرف حالي وتعرف قلبي والله يا سيدي. بس ايوه ولدك والله اصرب قلبي هسه اصرب قلبي والله. يا حسرة القلب هي مطلوبه لكل زوار الحسين وان شاء الله بهاي حسرة قلبك. اي والله يكتب لك الزوار. نعم اخر اتصال امل من بغداد. حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الاجر. تفضلي امل على عجاله. امل اذا كنت تسمعين تفضلي بالزياره. نعم مشاهدينا الكرام كنا بهذه الدقائق ان شاء الله من ان شاء الله يبيض وجهنا ان شاء الله تحسب لزوار الحسين اللي ما قدروا يوصلون. انهينا هذه التغطيه الصباحيه لكن عزائنا مستمر ان شاء الله صباحا ومساء لوصول يوم الاربعين ان شاء الله. ننتقل بكم الى الحرم الطاهر للعتبتين المقدستين الحسينيه والعباسيه لنقل التوجيهات الدينيه ان شاء الله وصلاه الظهرين. ولبيك يا حسين. الأكبر اسمه صور ترسمه صبح وقسم حقية واربع عشر صور.